المزيد إذن بشأن تطورات المشهد في سوريا في ظل استمرار محاصرة نظام الأسد درعا وقصف إدلب، معنا هاتفيا من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري نورس العرفي. مرحبا بك. إذن أعاد قصف قوات النظام السوري وحلفائه لدرعا أعاد الأنظار الدولية لمهد الثورة. إلى أي مدى ترى أن الوضع في درعا يمكن أن يحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات نظام الأسد؟ بكم وبمتابعيكم، حقيقة لا الوضع في درعا ولا حتى الكيماوي الذي حصل في دمشق لن يغير شيء من ما يحصل في سوريا، فما يحصل في سوريا متفق عليه دوليا، وهذا انكشف منذ بداية الثورة عندما كشفت كذبة أصدقاء الشعب السوري، تلك الكذبة الكبيرة وخطوط أوباما الحمراء التي تجاوزها نظام بشار الأسد، وجاءتنا أيضا مهزلة توماهوك ترامب التي حصلت بعد مجزرة أيضا الكيماوي في خان شيخون. إذن مجازر كيماوي ذهب بها المئات لم تغير نظرة المجتمع الدولي، برأيي ما يحصل بدرعا لن يؤثر كثيرا على نظرة ذلك المجتمع لما يحصل في سوريا، فهم منذ بداية الثورة وليست الأزمة طبعا، منذ بداية الثورة وهم يديرونها إدارة بمبدأ توازن الكفات وتوازن القوى، سيلفت النظر لا شك، ولكن ليس من أجل الحكومات بل من أجل الشعوب، فمن يؤثر على المشهد هي الشعوب، لكن للأسف ما ينقل عبر الإعلام هو أمر غير صحيح. فحتى مجزرة الكيماوي عندما حصلت وذهب بها الأطفال والنساء الأبرياء، الشعوب الأوروبية لم تسمع بها، لأن من يسيطر على الإعلام العالمي هي تلك الحكومات التي لا تريد للثورة السورية. طيب سيد نورس، ماذا عن موقف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف؟ ألا تتوقع أن يكون لها يعني دور في وقف هذه الانتهاكات، لا سيما أن حليف النظام وهي الميليشيات الإيرانية تشارك في قصف المدنيين في درعا؟ الأمريكا لو أرادت وقف ما يحصل للشعب السوري لأوقفته منذ الأشهر الأولى. القوات الأمريكية في قاعدة التنف لحماية السيليكون ليس من أجل الشعب السوري، وهي تتموضع بتلك النقطة لحماية السيليكون المكتشف بتلك المنطقة وبدير الزور لحماية حقوق آبار النفط. لا نعتقد بأن أمريكا سيهمها الشعب السوري والدم السوري الذي يسفك، هي يهمها مصالحها ومصلحة إسرائيل. لو أرادت أمريكا أو لو أراد المجتمع الدولي إنهاء ما يحصل في سوريا لانتهى بالأشهر الأولى، عندما أرادوا إزاحة صدام حسين قاموا بحربهم المزعومة بالأسلحة الدمار الشامل، القذافي كذلك قاموا بالحرب المعروفة خارج حتى مجلس الأمن. لا أمريكا ولا المجتمع الدولي يريدون إنهاء الأزمة، فكل ما تجعجع به وأؤكد على كلمة جعجعة تجعجع بها الإدارة الأمريكية هو عبارة عن كلام لذر الرماد في العيون، ومنذ بداية الثورة نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. هذا بالنسبة لأمريكا. الموقف الروسي أيضا، يعني من بعيد تقف روسيا رافضة حصار درعا وهذا القصف عليها، ولكنها على النقيض تشارك في قصف إدلب، كيف تفسر هذا الموقف؟ روسيا هي كذاب أشر حقيقة، فهي تشارك بقتل الشعب السوري وتقول بأننا نرفض هذا الحصار. النظام لا يستطيع أن يحرك ساكنا لولا التعليمات الروسية ولولا الأوامر الروسية التي يأخذها منه، وهو عبارة عن منفذ، وحتى أغلب القطع العسكرية بالنسبة للجيش السوري تسيطر عليها روسيا بشكل مباشر ولا تنتظر بأن تعطي أوامر لنظام الأسد لتنفيذ ما تريد. روسيا هي التي تدير الموقف الآن بسوريا، وهي التي تقوم بالقصف، هي التي تعطي أوامر القصف إن كان على جبل الزاوية والأبرياء الذين يقتلون هناك أو على درعا وما يحصل في درعا، لكن درعا لها أهمية كبيرة لقربها من حدود إسرائيل، لذلك روسيا تخطب ود إسرائيل وتفعل ما تريده تل أبيب. فروسيا حقيقة هي المدير الأول وهي المحرك الأساسي لما يحصل في درعا الآن. طبعا ليس لكل ما يحصل في سوريا، لأنها أيضا تأخذ هناك تفاهمات طبعا دولية وإقليمية
إن كان مع أمريكا أو حتى مع تركيا بالنسبة للوضع السوري، ولا ننسى طيب طبعا بريطانيا. في سؤال أخير، يعني في ظل هذا الحراك الفاعلين في المشهد السوري، كيف ترى موقف المعارضة السورية سياسيا وحتى عسكريا؟ حقيقة المعارضة السورية تم انتخاب كما تعلمون الآن الائتلاف، قيادة الائتلاف الجديدة والمصل التسلمة ذلك الائتلاف. نتمنى أن تخرج هذه المعارضة وترى النور، يكون لها تحرك بالفعل كبير وفعال. ربما نلوم المعارضة، ولكن حقيقة أعود وأؤكد بأنها تقف أمام إرادة دولية عليها لوم. ربما المعارضة لم تكن المعارضة المنتظمة التي نريد ويطمح لها الشعب السوري، ولكن بالمقابل يمارس عليها الكثير من الضغوط لتكون كذلك. أما بالنسبة لفصائل الفصائل العسكرية، فالمطلوب منها الآن هو تحرك سريع، هو المشاركة بما يحصل لإيقاف حصار أهلنا بدرعا، لإيقاف القصف على جبل الزاوية، ولكن هذا المطلوب منها، فهل تستطيع أن تقوم بذلك؟ نعم. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة. نعم، نورس العرفي إذن من إسطنبول، الإعلامي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.